السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. بعد زيارتها الى الجزائر المغربية تتكلم عن كيفية تعامل الجزائريين معها. تابعوا معنا هذا الفيديو. شندير بي رجعتي سالمة؟ ها 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 كضحكي ورا. بص عندك الحق، انا كانت عندي في الاول هاد الفكرة هادي، كنت مخلوعة بالعربية تهربت هذا الجزائر، وانا كنسمع اختي الجزائريين كيعايروا في المغاربه، وانا كنعرف الجزائريين تيتحلفوا على المغاربه، وحنا تنعرف الجزائريين بحال الحرب عطنوا ما بين الجزائر والمغرب. تنقول كيفاش مشيت عليك يا مولانا؟ مشيت اختي اول حاجه هبط في المطار ديال الجي، الجي العاصمه. من بعد نحط لكم الفيديوهات، راه باقي عندي مصوره المطار مصوره، باش من بعد نحطها. ها هو ممر يقول لي الله يمسخك، شنو هذاك اللي جاني انسبكتور ولا ديال الديوانه ياك ممر؟ وي كوميسير. كوميسير مهم. جا عندي شاف الباسبور، هذا شاد الصف انا ما بين الناس، حطيت الباسبور ديالي باش يشوفوا. المهم جا عندي كوميسير خدم لي الباسبور، قال لي ارتاحي، جاب لي كرسي وجلسي، شاف عندي البنت صغيره في يدي ومعذبه وماري البالز وداكشي، قال لي ارتاحي في مرضيه خويتك، قال لي ارتاحي. مشى هو عمر هذيك لافيش، هذيك لافيش كيعمروها لاي واحد اجنبي في الجزائر، ماشي غير بالضروره انا حيت مغربيه، واحد لافيش عمرها وداكشي، وجاب لي الباسبور اللي يدي، قال لي بون فاكونس، قال لي مرحبا بك في الجزائر. اول مره قلت لي اول مره، قال لي مرحبا بك في عنابه، يا ربي انا مرحبا بك في الجي. هبطنا. مهم مشيت اختي لعنابه مول الكار، حلاوه الكار اللي هزنا من الجي لعنابه مول الشيفور مول الكار، الحلاوه كتقطر كل شويه جاي عندنا. واش نطلق لكم الكليمه؟ تبغيو الماء؟ شكون اللي بغى يهبط زعما يرتاح ولا شي حاجه؟ ما خصاتكم والو، كلشي في بلاصتو، كلشي جالس. عاوتاني حطنا في واحد ستاسيون، حطنا باش نتعشاو لحقاش اخويتي النهار كامل، وحنا في الكار طرق بعيده ما بين الجي والنابه. هبطنا كلينا وهو حاضينا، طلعتو كلشي في بلاصتو، كلشي هو هذاك حتى واحد ما ناقص، بسم الله كمل بينا الطريق. مسكين هذاك مول الكار كيجبد في ديك لوتوروت. وصلت اختي، لقيت راجل خوت مماري كيتسنانا، مشينا للدار فرحانين بينا، موجدين لينا العشاء، جالسين تيتسناونا على احر من الجمر، وانا بالذات مازال هو راه عارفينو مار ما تيبغيش يبان في الكاميرا. وصلنا اختي، لغت ليا في الصباح، عارفيني انايا بنت البلاد، سنفرج اختي ونتقدى وندور ونقضي غراضاتي لراسي وداكشي ونستكشف الدنيا. قسما بالله مول الطاكسيات صدموني، الطاكسيات كيسمعوني كنهضر بمغربيه تيقول يا ياري عياري البركه، عياري لنا البركه، ما تيبغيوش يتخلصوا مني. الحوانت مول الحانوت مشيت تقديت منه، نقسم بالله وربي فوق سبعه سماوات وحق اللي خلق هذا الكون، ومول الحانوت واسمعني مغربيه تقديت منه، قال لي مرحبا، عطاني ها حفينا د الحلوه والمسكه، قال لي مرحبا بك. مول بيتزا خلاص هذاك حمقني، مول بيتزا هذيك بيتزا كاري ولا اش تقولوا ليها، هذاك خلاص. فيما مشيت خاوه مرحبا وعلى الراس والعين، وخاوتنا وديك الهضره ديالهم حلوه فنه، عجبني الحال وكليت ومرتاحه وفرحانه بحال اللي راني في المغرب، بحال راني كنسارى في حومتي عادي، نفس الاجواء نفس الناس، التواضع الناس بسطاء، الكارتي عادي، هذا داكشي اللي تنبغي. عاد من راسك، انا راه ما مشيتش للفلبين، هي ما تمكنت تقاتل مع امريكان في 1800 ما عرفتش شحال،
اللي عنده شي فكرة على الجزائر راه غلط. والله إلا بلد السلم والأمان. تنخرج مع 12 الليل نضل ندور حتى واحد ما تيتوشوني حتى واحد ما تيدير ليا هكا. رشقت لي أنا بجهة البحر نشرب قهوة بالليل ناكل شي حاجة على البحر كنش لي قديم. وقسمي بلا واحد النهار بوليسي أو تاني مع بنتي ولدي مع الدراري شافني كنقلب على طاكسي قال لي حبسي هنا. مشى جاب لي طاكسي بوليسي جاب لي طاكسي قال لي ركبي. وعرفتي الدنيا 12 النهار عامره تعرفي هما وقت الخدمه يعني ماشي فاكونس ماشي بحال فرنسا الناس خدامين. داكشي باش كنت كنمشي للقهاوي كنلقاهم خاوي الناس راه اختي تينعسوا مع 8 د العشيه صافي 7 د العشيه كلشي كيطرق هي كيمشي يرقد راه الناس خدامين الناس قاريين الناس كيجروا على قوتهم. وهذا ولي كاين ماشي بنادم يبقى يحل فمه وهو ما عارفش شي حاجه وما عمرو ما شافها. وانا نعاود نمشي ونعاود نمشي راه قلت لكم هذيك بلادي وهذيك بلادي هذا ولي كاين.